عمر الفراخ البلدي مع الفراخ البيضة النهاردة 15 يوم. النهاردة ليهم 15 يوم الفراخ البلدي بتاعتي أو الكتاكيت البلدي بتاعتني. طبعا زي أم فيل وما معوداكم إني بنزل لكم فيديو يوم بيوم، بس بصراحة اليوم 13 واليوم 14 أنا ما نزلتش أي فيديوهات، لأن نفس الخلطة اللي أنا حطيته اليوم 12 بتاع الكتاكيت هو اللي أنا حطيته أولت امبارح يوم 13 ويوم 14، والنهاردة اليوم 15 للفراخ البلدي ومع الفراخ البيضة. شايفين جمال وحلاوة الكتاكيت بتاعتني، كلها نشاط كلها حيوية، دليل ان احنا الاهتمام بتاعني اهتمام مظبوط 100%. طبعا النظافة عوامل نجاح اي تربية اي طيور، زي ما معوداكم ام فيلو لازم المكان بتاعك بيبقى نظيف. شايفين من كتر ما المكان بتاعهم نظيف وحلو، طبعا بغير النشارة يوميا او كل يومين مرة، زي ما انتوا شايفين النشارة اللي تحتيهم دي. اول حاجة بحط كده شوال من الشوالات تحت على البلاط، وبعد كده بحط طبقة من الجير المطفي. الجير المطفي جميل جدا للكتاكيت او للفراخ يا جماعة. وبعد ما بحط طبقة من الجير المطفي بحط طبقة النشارة، دي الفرشة اللي انا بفرشها للكتاكيت بتاعتي. النهاردة هعمل لك خلطة جميلة جدا اليوم 15، خلطة هتمنع الكشة عند الفراخ، هتمنع الإسهال عند الفراخ، وكمان هتديهم طاقة وحيوية وهتخليهم نشطة بالشكل دي. زي ما انت شايفة الفرخ معاكي نشيط وكله حيوية كده، مش الفرخ اللي هو الكسلان ومكعمش في نفسه وقاعد على جنب. طبعا ادي الفراخ بتاعتني انا منظفاهم ووسعت المكان كل شوي، كل يعني أنا أول مرة كنت عاملها متر واحد، هنا بقولك إن أنا حط لهم لندة، اللندة اللي هي الموفرة العادية اللي هي البيضة مش اللندة الحمراء. ليه أم فيلو أنا حط اللندة بولحها بالليل بس، مش بولحها بالنهار خالص، أنا بولحها بالليل بس. هنا نيجي للخلطة، طبعا معايا العلف تركيز 23%. أول تأسس الفراخ بتاعتك من عمر يوم لغاية 25 يوم انتوا بتأكليهم اللي هو العلف تركيز 23%. نيجي للخلطة، معايا هنا بنجراية حلوة كده تكون كبيرة وحلوة، طبعا البنجر مليان بالحديد والفيتامينات، بينشط معاك الفرخ، بيخليش الفرخ كسلان او مكعمش في نفسه. البنجر ده فوائده لا تعد، طبعا في نسبة حديد عالية جدا. ومعانا البصل، البصل طبعا انا زي ما بقولك ببشره كده واحطه في الكبي او بتحطيه في الخلاط، بس النهاردة خليته خشن شوي. ومعايا كده معلقة صغيرة من الكركم، طبعا فوائد الكركم فوائد جميلة جدا، بتطهر معدة الفرخ. الكركم جميل جدا للفراخ البلد والفراخ البيضة، زي ما قلت لكم انا حاطه فراخ بيضه مع فراخ بلدي. انا جايبه 10 كتاكيت من الفراخ البيضه مع 50 كتكوت من الفراخ البلدي، بس بصراحه الفراخ البيضه انا مات منهم فرخ اللي هم بيجوا 9 فراخ بيض بس، لاني بصراحه كان عندي فرخ كاشش وقلت لكم انا هعمل له خلطه، لو عاش منا لبكره انا هعمل له الخلطه ونشوف هينجح معانا ولا لا. لو تفتكروا الكلام ده انا قلت لكم الفيديو اللي فات، بس بصراحه لان انا عملتش الخلطه غير تاني يوم الصبح كان هو مات بالليل. الفرخ ده انا خدته ورميته من وسطيهم، بصراحه عملت الخلطه تاني يوم نجحت 100% مع الفراخ. البصل والثوم والليمون بيخلي الفرخ معاكي نشط وبيبقى كله كده حيوي. عملت الخلطة وبسيتها كده ببسة حلوة ما مخليهاش معجني، طبعا زي ما انتوا شايفين مفروي حطيتها على طبقية. شايفين الفرخ ريحة الخلطة بتشد الفراخ ان هي تاكلها، طبعا الفراخ كلها كده نشاط بتجري وبتلعب في المكان، ما تتلاقيش فرخ قاعد على جنبه وكاشش. الفرخ اللي بيكش منك اعرف ان تاني يوم بيموت على طول بالامانة، تاني الفراخ اللي بتكش دي خلاص كده بتتدمر وبتموت على طول. لو انت مشيتي معانا خطوة بخطوة بكل فيديو انا بنزله بصراحة هتاخدي دورة فراخ ناجحة 100%. طبعا انا حطيت لهم دواء الاستقبال، اول حاجة استقبلت الكتاكيت دي على محلول الجفاف بتاع الاطفال هو بتاع الصيدلية، جبت كيس وحطيته على اللتر المي واستقبلت الكتاكيت اللي انتوا شايفينها قدامكم، الفراخ البيضة والفراخ البلدي مع بعض. طبعا وتاني حاجة حطينا التحصينات، اول جرعة اللي انا وريتها لكم اللي هي رافع مناعي ومضاد حيوي، وبعد كده حطيتها لمدة 5 أيام، وبعد كده جبنا الجرعة التانية وبرضه أديتها لمدة 5 أيام، وبعد الـ5 أيام دول والـ5 أيام التانيين أنا ابتديت إن أنا أعمل خلطات.
ايه اللي حطيتيه في الميه ده يا ام فيلو؟ دي ميه البنجر. انا طبعا بعد ما صفيت البصل وصفيت البنجر خدت الميه بتاعتهم وحطيتها لهم في الميه. طبعا بكده يبقى الفيتامينات والعناصر اللي هو محتاجها الكتكوت هيتلاقاها في الميه او سوا يتلاقاها في الاكل. لو في كتكوت ما كلش من الاكل دي وشرب من الميه يبقى كده هو استفاد من الاثنين، من الميه ومن الاكل. طبعا الخلطه دي جميله جدا، اسميها خلطه الفرفشي للكتاكيت، مش هتخلي لك الكتكوت مكعمش ولا هتخلي الكتكوت عنده اسهال، لان الاسهال بيدمر الكتاكيت بتاعته. طبعا انا هوريك دلوقتي تعرف الكتكوت عنده اسهال ولا لا، لان في ناس كتير ما بتعرفش الكتاكيت ان هي عندها اسهال او ما عندهاش. اللمضه مش بولعها غير بالليل بس، على فكره انا هولعها الايام معينه لمده 30 يوم عند الكتاكيت البلد والفراخ البيضة، وبصراحه انا مش هولع اللمضه تاني بالليل خالص. طب ليه يا ام فيلو؟ اللمضه بتسبب ان هي الفراخ بتاعتك بيجيها افتراس، وكمان بتاكل البيض بتاعي بعد ما بتكبر. طبعا الخلطات اللي احنا بنعملها والتحصينات اللي احنا بنحطها بتفادي بعد ما ان الفراخ بتاعتك تكبر، بتفادي كل المشاكل اللي بتجابني، اللي هي الفرخه بتاكل البيض بتاعي، الفرخه بتنزل البيض برشد، الفراخ عندها افتراس، ده كله هيمنع معاك. وكمان الخلطات والوصفات اللي احنا بنعملها دي هتخلي الفراخ البلدي تبشر معاك بالبيض على عمر 4 شهور بالظبط. هديني انا بحسب لكم الايام يوم بيوم عشان نشوف الفراخ اللي قدامنا دي هل هتبشر بعد 4 شهور بالظبط ولا لا. طبعا كل فيديو بنزلهولك بكتب لك عمر الفراخ عليا عشان تشوف الوصفة والخلطة. طبعا الوصفة دي ممكن تعمليها مرتين او 3 مرات في الاسبوع ما يهمش، وهتديكي نتيجة حلوة وفعالة. هنا بقى بوريكي ان المؤخرة بتاعة الفرخ من ورا لو ما فيهاش اي فضلات من الفضلات بتاعة الكتاكيت تعرف ان الفرخ سليم معاكي. دي الفراخ البيضة حجمها حلو والحجم بتاعها بيتضاعف، شايفين انا ربيت الفراخ البيضة مع الفراخ البلدي وبامانة زي العسل. اول مرة اجرب التجربة دي وحبيت اوريها لكم في اقل التربية اقل المكان. يعني لو احنا ما عندهاش مكان في البلكونة كده زي ما انا حطاهم، حطيهم في البلكوني بس على شرط تبقى عاملة لهم مكان صغير الاول، وبعد كده تبتدي ان انت توسعي المكان حبة حبة. طبعا الفراخ اللي قدامك دي 10 فراخ من الفراخ البيضة، مات منهم كتكوت بيجوا 9 فراخ من الفراخ البيضة. والفراخ البلدي انا جايبه 50 كتكوت، وزي ما قلت لكم بتاع المزرعه عداني واحد بيجوا 51 كتكوت، يعني بالظبط الكتاكيت كلها الفراخ البلدي والفراخ البيضة على بعض دول 60 كتكوت على بعض. ان شاء الله لو حاجه ماتت تاني انا هقول لكم برضو زي ما معوداكم، مش هخبي حاجه عنيكم. طبعا مات منهم فرخ كده 60 فرخ بلدي على ابيض. دي الفرخه البلدي بردكتي بوريك المؤخره بتاعتي ما فيهاش اي اسهالات، الفرخ سليم، الفرخ صحته 100%، الفرخ كله نشاط كده وبيجري في المكان. لما تتلاقي الفراخ بتاعتك بتجري في المكان اعرف ان هي ما عندهاش اسهالات، ما عندهاش خمول، ما عندهاش اي ضعف من الحاجات اللي بتيجي للكتاكيت دي. وكمان في حاجة، الخلطات اللي احنا بنعملها دي بتساعد على نمو الفرخ وسل الريش، لان في المرحلة دي هما بيسلوا الريش، شايفين جناحتهم اتعبت من الريش، ويعتبر الفرخ ابتدى يقفل الريش. وعندي كتكوت كده ابتدى ان هو يبين ان هو الديك من البني او الديك من الفرخة. طبعا جربوا هما يبينوا معاني، شايفين اهو الفرخ اللي دي من الفرخ الابيض اللي فيه عرعورة من فوق، دي ده من الفراخ البلد يا جماعة. اما الفراخ البيضة شكلها زي العسل، صحتها جميلة جدا. اعمل الخلطات والوصفات اللي احنا بنعملها صدقوني مش هتندموا ابدا. امشوا على الفيديوهات اللي انا بعملها فيديو فيديو، وامشي معايا دورة الفراخ بالظبط معايا زي ما انا بدأتي، وعلى فكري هتاخدي نتيجة حلوة وفعالة. بصراحة أنا بربي بتربية بسيطة جدا، وبربي بأقل الإمكانيات عشان ما صعبش عليكي تربية الكتكوت أو تربية الفراخ البلدي مع الأبيض. شايفين هم راحوا وشربوا من المي، لأن المي صراحة كلها بروتينات، كلها نسبة حديد عالية جدا. لو اتلقيت الفرخ كاشش تطحني في الخلاط بصلة وتوم وليمون وشوية من الخل، وتضربيهم ضربة حلوة، وتاخدي التفل تحطيه على العلف، وتاخدي المية تحطيها على المية زجاجة المية، بصراحة هتخلي الكتكوت يفرفش معاكي. إن شاء الله الفيديو اللي جاي هنزل لك خلطة الفرفشي. يعني إيه يا أم فيلو خلطة الفرفشي؟ هعمل لك خلطة هتخلي الكتاكيت كلها نشاط ومفرفشين كده وبيجروا في المكان، وهيبقوا كلهم نشاط وحيوية.
وادي فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكون استفدتي من ام فيلو باجلها معلومه، والكان فعلا الفيديو استفدتي منه كده تنزل بايدك اللي زي العسل، تحطي لنا لايك وتحطي لنا شير وتفعلي لنا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يا اجمل واحلى متابعين عندي في القناه.